إضافات بسيطة للوصفة. من ست البيت الشاطرة بتميز وصفاتها عن غيرها، وعلشان أكلك يكون مميز يبقى لازم تدوري على الطرق اللي تخلي وصفاتك ناجحة. السلام عليكم، أنا دودو، وده الفيديو التاني اللي هنتكلم فيه عن أسرار وأفكار في الطبخ. وقبل ما نبدأ ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. رقم واحد، قطعي بصلة وفركي بيها الطيور قبل التسوية. الخطوة دي بتمنع أي زفارة موجودة فيها. اتنين، اطحني التوابل في البيت بنفسك، كده بتكون أنضف والطعم والريحة بيكونوا أقوى. رقم تلاتة، الزبادي أو اللبن الرايب في المعجنات بيفرق قوي في القوام والطعم. اي معجنات هتحطي لها زبادي بتكون ناجحه. الفرق بيكون انها بتبقى طريه وهشه والطعم كده بيبقى غني، يعني تتاكل من غير اي حشو. بس خدي بالك ان الزبادي ما يكونش ساقع لانه ممكن يموت الخميره. رقم 4، الكبدة البلدي، اغسليها وهي سليمة وشيل الطبقة الشفافة اللي فوقيها وقطعيها، واوعى تغسليها بعد التقطيع لان ده هيسبب زفارة شديدة للكبدة. الكبدة بتتغسل وهي سليمة بس. 5، كتر التوابل في الوصفة ممكن يضيع طعم الاكل الطبيعي. صحيح التوابل والبهارات بيفرقوا في الوصفات، بس ما تحطيش بكميات كبيرة تغطي على الطعم الأساسي، وتكوني عارفة استخدامات كل حاجة. يعني الكمون بيحب المحشي والكبدة والسمك، وما ينفعش تحطيه في عصاج اللحمة وحاجات تانية كتير. فانتي خليكي معتدلة في الكمية والاستخدام. ستة، الأكل لما بيستوي على نار هادية بيطلع أحلى وأطعم بكتير من إنه يستوي على نار عالية. وهنا أنا بتكلم على الحاجات اللي محتاجة وقت في التسوية، زي اللحوم والخضار والصلصة والمحشي. لكن في حاجات أساسي ليها النار العالية، ودي الحاجات اللي بتحتاج تاخد صدمة وما تنزلش السوائل اللي فيها، زي تشويح اللحوم والفراخ والكبدة. رقم 7، الخل في المعجنات بيخليها هشة وطرية، وعلى الكيك كمان بيمنع زفارة البيض وبيخلي الكيكة هشة. رقم 8، بعد ما تدمسي الفول اضربيه ضربة بسيطة بالهاند بلندر او في الخلاط، ورجعيه تاني على النار ياخد غلوتين على نار هادية. كده قوامه بيكون أحلى وبيكون مزبد، وممكن تدمسيه عادي في الحلة مش شرط دماسة. رقم 9، حطي جنزبيل بودرة مع الدقيق والملح والليمون انتي وبتغسلي الفراخ، بيمشي الزفارة، وممكن تغسليها بالطحينة. 10، الكنافة لو بتحبيها طرية يبقى سقيها بشربات خفيف وسخن، ولو بتحبيها مقرمشة الشربات بيكون بارد وتقيل. وده كان فيديو النهاردة، ما تنسوش تقولوا أفكاركم في كومنت، وتابعوا الفيديوهات القديمة، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.